طيب، ولكن انا شخصيا لي وجهة نظر في هذه المسألة اللي هي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. ايش لا تدركه الابصار؟ طب ما هو يدرك الابصار، هو كمان دققوا معي، الابصار لا تدركه، طب هو يدركها، الله يحيط بالابصار احاطة كاملة، خلاص. ايش يعني خلاص؟ هو بقدرته بيجعلنا نراه لانه يحيط بابصارنا. كمان مره، الابصار لا تدركه، طب هو يدرك الابصار، ايش يدركها؟ هو يحيط بها تماما. طيب، ولانه يحيط بها تماما وقدرته مطلقه بيجعلنا نراه، ولكن عندما نرى لا نحيط به. كمان مره، لا تدركه الابصار، فهمنا الابصار لا تدركه، طب وهو يدرك الابصار، هو بيدركها، مش هيك؟ اذا بتيجي الرؤيه من عنده، بيعطينا اياها هو، بيعطينا اياها هو، بيقدرنا عليها هو، بيقدرنا عليها هو، ومش بالعين طبعا، في الشاشه مباشره. اني شاشه الفؤاد، الشاشه يعرض، ايش اللي يعرض بدريش، مش هيك؟ اذا لكن انا مش معني الان بهالتفاصيل، عارفين شو معني؟ انا معني اولا انه المسألة من المسائل التي تحتملها الاجتهادات، وان كان في اجتهادات واضح ضعيفة، بس ضمن الاحتمال. شو يعني احتمال الاجتهاد؟ لانه بعض الناس بيوصل فيه الامر ان يكفر،